لما شافت وتابعت خرائط ومخططات تقسيم سينا، وهي سيدة جهان السادات ليها وضع خاص في هذه المسألة. ليه؟ لأنه رئيس الراحل أنور السادات دفع حياته ثمن سينا لتحرير سينا، ورئيس الراحل أنور السادات هو الذي قاد معركة تحرير الأرض بالحرب ثم السلام. كنت بتحس بإيه وأنت بتشوفي فترة حكم الإخوان وما سيحدث في سينا؟ كنت أتمزق بمعنى تمزق فعلاً. يعني كنت شايفة الصورة واضحة جداً قدامي، وشايفة إن هم أولاً إدى جنسيات للجنسيات مصرية للفلسطينيين، وشايفة التقسيم شكله إيه، وشايفة إن الخاطفين والمخطوفين، وشايفة كل ده، وبتقطع فعلاً إن بلدي بتتاخد منه، يروح يزور السودان يديهم حلايا وشلاتين في زيارة. يعني إيه ده؟ دي هو المشكلة يا أستاذ مجدي، إن هم ما عندهمش وطن، الوطن ده مش في حسابهم خالص. هم عندهم الخلافة والخلافة الإسلامية وامتدادها، وهو ده المنظور بتاعهم، إنما ما عندهمش حاجة اسمها الوطن. مصر مش قالها توصف مصر المرشد وهو بيقولها، مش بيقولها يعني بيشتم يقصد شتيمة، لا، وما يهمش مصر، هو بيقول كونسل بالظبط كده، ما يهمش مصر. في لحظة خفتي على سينا؟ في لحظة طبعا طول الوقت كنت خايفة، وهتتطور ازاي، وهل هنلحق، وهل كان تصوري صعب جدا تخرجهم، صعب ان هم يسيبوا بعد ما مسكوا بعد 80 سنة، صعب جدا ان هم يسيبوا، مش سهل. ونرجع تاني للمشير السيسي، عملها بدقة وبحكمة وبذكاء. كان في جملة مشهورة قبل يعني بعد ثورة 30 يونيو، الناس كانت بتكررها، فيقولوا دول ينطبق عليهم مقولة الرئيس السادات لازم يتحكموا بدون غباء سياسي. ده صحيح. هو أكتر من غباء، يعني أكتر من غباء إنه ينذروا وينبهوا المشير السيسي، ينبه الرئيس مرسي وينبهوا وينذروا ويقول له فين مفيش غباء بعد كده. لا مفيش بعد كده، مش ممكن. ده هو لغايه دلوقتي ما فهمش تقريبا. لا ولا فاهم لغايه دلوقتي، ولا فاهم. ده بيقول لك انا رئيس الشرطه. رئيس الشرطه. بيقعد يخطب. مش فاهم.